ورجعنا لحضراتكم تاني نتجول في صحف وأخبار النهاردة، وفقرتنا عنوانها الدنيا فيها إيه. لكن في البداية اسمحوا لي أرحب بضيفي اللي بيشرفني، الدكتور محمد ماهر قبيل، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور ماهر أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، منورنا، ربنا يخليك. نبتدي مع حضرتك أول خبر معانا من جريدة الأهرام، بيقول الرئيس يطلب من الحكومة تكثيف جهودها لمواجهة السيول. الرئيس يطلب من الحكومة تكثيف جهودها لمواجهة السيول. النهاردة أول أكتوبر، متوقع أن تبقى فيه سيول، ربما تكون في شهر 12 أو 1 اللي جاي، لكن الرئيس بيقول من دلوقتي، وجميل أن احنا نتكلم عن حاجة قبلها بشهور. هل تتوقع إن شاء الله السنة دي يبقى فيه استعدادات ومصر ما تغرقش تاني في شبر مية زي ما شفنا السنة اللي فاتت؟ طبعا السيول هي محنة من محن الطبيعة، لكن المفروض في كل المجتمعات المتحضرة والمتقدمة انه ما يبقاش بنواجه المحنة في كل مرة كأنها بتحصل لأول مرة، يعني دي ظواهر طبيعية وتكررت. وأوقات يا دكتور في بعض الدول مش بتسميها محنة، بتسميها منحة من الله، بتستثمر كل محنة هي في باطنها منحة. كل محنة هي في باطنها منحة من الله. فيعني الإنسان بينظر للمحن دي على إنها امتحانات، والامتحانات هي طريق النجاح في الحياة، لكن مش كل مرة يعني ينزل المطر فيبقى زي ما يكون أول مرة بينزل مطر في البلد. لا، احنا مفروض نبقى عارفين الظواهر الطبيعية دي ونستعمل التقدم العلمي في حساب مواعيد الظواهر دي وفي الترقب والتحسب لها وفي الاستعداد لها وفي مواجهتها بما يحقق أفضل العائد وأقل التكلفة. تمام. لكن مش كل مرة تحصل الظاهرة كأنها بتحصل لأول مرة وكأننا اتفاجئنا بيها وكأنها عمرها ما حصلت، ونبتدي نتعامل معاها بالعشوائية. وخاصة محافظة البحر الأحمر تكون عندها الاستعداد التام لاستقبال السيول. طبعا أنا لازم يبقى على جدولي مقدما ولفترات زمنية قادمة كل ما يمكن أن يحدث في مصر من ظواهر طبيعية، فأقدر يعني أنتظرها وأتحسب لها وأواجهها بما يتناسب معها. تمام. أنا معي خبر آخر من المصر اليوم على صفحتها الأولى. الخبر بيقول البرلمان يعود وحكومة إسماعيل باقية، رئيس الوزراء يقدم تقريرا عن الإنجازات يركز على المشروعات الكبرى. النهاردة أولى جلسات البرلمان في دورة الانعقاد الجديدة بحضور رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، والخبر في طياته بيقول أن حكومة إسماعيل باقية. تعالي حضرتك. هو طبعا كان فيه مآخذ على مجلس النواب في مصر، ويمكن كان في مقدمة المآخذ دي انه المجلس النيابي تعبير عن الإرادة العامة، والإرادة العامة هي إرادة الأغلبية، والأغلبية أصلا لم تشارك في انتخاب المجلس، يعني يمكن اللي انتخبوه بالإحصائيات الرسمية أقل من 30% من الناخبين. فنظر له المراقبون على انه مجلس يعبر عن أقلية مش عن أغلبية. لكن أيا ما كان الأمر، مش ملزم المجتمع السياسي أنه يجبر الناخبين على المشاركة. صحيح. اللي شارك خلاص ده حقه، واللي ما شاركش وممتنع عن المشاركة ده حقه، احنا مش هنجبر الناس على استعمال حقوقها السياسية. فاللي حصل أنه المجلس أتى كان فيه تحفظات على أدائه، المطلوب مراجعة صادقة وشاملة وحقيقية لمستوى الأداء، مطلوب قدرة على النقد الذاتي وعلى مراجعة الذات بحيث يكون الأداء أفضل في المرحلة القادمة. يقينا كان في سلبيات، يقينا كان في مآخذ. صحيح. وبعدين البلد في منعطف محتاج جهود غير عادية. يعني الأداء العادي لا يتناسب مع الأزمة الاقتصادية، يعني مرحلة غير عادية. أيوة، محتاجة يعني عارف زي ما تكون أنت في وسط عاصفة أو في وسط ظروف غير طبيعية، فمش هتتعامل معاها بالأداء العادي. تمام. يعني مطلوب أداء على أعلى مستوى، مطلوب أداء يتناسب مع ظروف عبور عنق الزجاجة، لأن احنا مش في حالة من الرخاء أو الوفرة أو
اليسر الاقتصادي اللي تتناسب مع الأداء العادي. يعني احنا محتاجين جنود على أعلى مستوى من التفاني، من البذل، من العطاء. فإذا كنا هنستبقي الحكومة لازم نطلب منها أنها تأدي أفضل. تمام. أنا معايا خبر آخر من الجمهورية، وأعتقد يا رب يكون الخبر يعني نشوف له إيجابيات. السيسي: خطوة إصلاح غير مسبوقة في التأمين الصحي. وزير المالية والصحة: تطبيق المنظومة الجديدة على مراحل، والدولة تتحمل التكاليف لغير القادرين. وكمان كان في الأهرام بيقول: تطوير الرعاية الصحية والارتقاء بخدمات المواطنين. ده الرئيس كان بيقول كده. هل بتشوف حضرتك أن بعد كل هذه الأخبار وكل هذه العناوين من الممكن أن نرى في مصر منظومة صحية أدمية تتناسب مع المواطن المصري، تقدم رعاية صحية حقيقية؟ احنا بنشوف النهاردة مستشفيات الحكومة هي أسوأ مستشفيات موجودة في الجمهورية من شمالها لشرقها، ما عدا مستشفيات الجيش. مستشفيات الجيش بنشوفها أعلى من مستوى المستشفيات الخاصة. فهل تتحول أو نرى تحول المستشفيات الحكومية إلى تكون أشبه مستشفيات القوات المسلحة، ونرى منظومة ورعاية صحية أدمية للمواطن المصري؟ أنا بحييك على هذا القدر من الصدق والصراحة، وأنت فعلا قلت الحقيقة. وأنا رحت مستشفى حكومي، وكنت رايح بتوصية من طبيب صديق، فخرجت من المستشفى وما رجعتش تاني. لما شفت الأداء صحيح. وشفت طريقة التعامل، رغم أني كنت رايح بتوصية من طبيب صديق بعتني لصديق له في المستشفى. فإحنا محتاجين فعلا لمراجعة للمنظومة، لأن التأمين الصحي ده مش حاجة عادية، ده حق أساس من حقوق الإنسان. أنا لما أصاب بمرض وأنا ما معيش فلوس ما تسيبنيش أموت، ده أنا من حقي أن أتعالج، لأن أنا مش طالب ترف ولا طالب حاجة كمالية، ده أنا طالب العلاج اللي هو أبسط حقوق الإنسان. إزاي أنا لما أعيل إني ما معيش فلوس تسيبني لمرضي وتسيبني أموت عشان ما معيش فلوس؟ لا، أنا من حقي أحصل على العلاج على أعلى مستوى حتى لو أنا ما فيش في جيبي جنيه واحد. صحيح. هتقول لي إزاي؟ مطلوب إن احنا نضع آلية لذلك، يعني تبقى آلية شاملة على مستوى المجتمع. أنا مش بحمل الدولة العبء كله، أنا بقول إزاي الدولة تضع المنظومة الطبية بحيث توفر مظلة التأمين الصحي لكل إنسان على أرض مصر بآلية من التمويل. تحطها إزاي بقى؟ تاخد ضريبة من القادرين، تاخد مساهمات من المستثمرين، من الناس اللي عندهم القدرة على توفير التمويل اللازم، أيا كانت تفاصيل الآلية دي، لكن لازم تصل في النهاية إلى النتيجة الضرورة اللي لا بديل عنها ولا مناقشة فيها، إنه أي إنسان على أرض مصر يجد الخدمة الطبية الآدمية اللائقة عندما يحتاجها، لأنه بالذات العلاج. يعني أنا ممكن أكون محتاج لأي حاجة تانية وأنتظر عليها أو أحتمل عدم الحصول عليها، لكن الخدمة الطبية دي لا، ما أقدرش لما أعيا توقفني في طابور أو تحطيني على قائمة انتظار، أو لازم أي إنسان يحتاج للخدمة الطبية يجدها وتضع لها آلية. يعني في مجتمعات كتير حطت آلية معينة بحيث تخلي أي إنسان يحتاج الخدمة الطبية يلاقيها فوراً على أعلى مستوى، ووفرت التمويل اللازم بطرق معينة. يعني مش بالضرورة أنه تبقى المسألة شراء للخدمة في لحظة الحاجة إليها. أنت ممكن تحمل القادرين في المجتمع تكلفة التأمين الصحي وتمد المظلة على كل الناس. يعني تقدر تاخد من المستثمرين، تقدر تاخد من مصادر للتمويل. وبعدين يعني احنا لو قلنا مستشفيات القوات المسلحة هي مستشفيات تابعة للدولة، الناس اللي بتشكك في قدرة الدولة على خلق مستشفيات صالحة وأدمية، طب ما القوات المسلحة ما هي تابعة للدولة وبتقدم يعني الخدمات اللي فيها التي تقدم داخل المستشفى يعني للسعيد الحظ اللي ممكن تستقبله. لا يعني بنلاقيها أشبه مستشفيات
مستشفيات بره مصر كبيره عشان دول ناس عسكريين وتربوا على الضبط والربط. انا دخلت مستشفيات القوات المسلحه. طب ما يتم كتير. التوسع في هذه المستشفيات. ايوه بالظبط كده، انا متفق معاك تماما. انه طالما احنا عندنا نموذج اهو، وطالما احنا قادرين، ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. طب ما احنا قادرين اهو، بدليل انه في مثل واضح محدد موجود على ارض مصر. صحيح. ليه الخدمه الطبيه على اعلى مستوى؟ صحيح. فلماذا لا تعمم؟ وليه بدخل مستشفيات القوات المسلحه فبجد الانضباط وبجد الخدمه على اعلى مستوى؟ وانا دخلت مستشفى القوات المسلحه كتير على فكره، لان اخواتي الاثنين كانوا في الجيش وكانوا بيتمتعوا بالخدمه دي. فأنا دخلت المستشفيات وشفت فعلا الفارق، ودخلت المستشفيات الحكومية وشفت الفارق. فطالما احنا قادرين اهو على ان احنا نصنع هذا النموذج المثالي، فلماذا لا نعممه؟ تمام. انا معي خبر اخر من جريدة الاخبار وعلى صفحتها الثالثة. الخبر بيقول وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 152 من كلية الضباط الاحتياط، الفريق اول صدقي صبحي لا ندخر جهدا في بناء جيش قوي قادر على حماية الوطن. بالتأكيد يعني كلام مهم للفريق صدق صبحي، بيقول ان احنا يعني بنبني جيش قوي ولا ندخر جهدا في هذا. طبعا ربما لم تظهر حاجة مصر الى جيش قوي كما ظهرت في مرحلة الاضطرابات التي سادت المنطقة، وشفنا المخططات التآمرية اللي استغلت الظروف الداخلية واستغلت عناصر الفرقة في المجتمعات العربية لتخريب بلاد عربية من حوالينا، في سوريا، في العراق، في ليبيا، في اليمن. ما هو كل بلد في العالم فيه تعدد، وكل بلد في العالم فيه خلافات واختلافات، وفي اتجاهات مختلفة وآراء مختلفة ومذاهب مختلفة، لكن دايما التعدد في إطار الوحدة، مش التعدد يكون معناه الفرقة ويكون معناه التناحر ويكون معناه التنافر ويكون معناه العدوان من طرف على طرف. عمر ما كان التعدد أساس حرب أهلية زي ما شفناها في سوريا، زي ما شفناها في مرحلة سابقة في طبعا. لبنان، زي ما شفناها في العراق، في ليبيا، في اليمن. عايزين نتعلم كيفية التعدد في إطار الوحدة. وعايزين ننظر دايما للجيش على أنه صمام الأمان. صحيح. ودي حقيقة، وظهر دوره طبعا. في مصر فيه. وأي بلد بدون جيش قوي هي عرضة للخراب في أي وقت، بالذات مصر. لأنه مصر بموقعها، بمكانها، بمكانتها التاريخية الجغرافية، بحجمها، الدولة القائد في النظام الإقليمي، فلابد لها من جيش قوي يضبط الحدود ويضبط الداخل والخارج، لأن مصر بدون جيش قوي هي عرضة لمؤامرات ومخططات ممكن تنال من استقرارها، يمكن مش هتنال من وحدتها لان هي بطبيعتها وحده واحده طول طبعا. عمرها، لكن ممكن تنال من استقرارها وممكن تنال من امنها ومن طبعا. امانها. طبعا ده شيء مهم جدا، وجيش قوي يدل على وجود دوله قويه. الوطن من صفحتها الثانيه الخبر بيقول التموين استخراج مليون بطاقه ذكيه خلال 6 أشهر، مستشار الوزير ضخ سلع بقيمه 40 مليار جنيه سنويا واضافه اكثر من 26 سلعه غذائيه على البطاقات. نرجع ونزيد ونعيد في بطاقات التموين، عندنا اكثر من 60 مليون بطاقه تموين في مصر، وده عدد كبير جدا. طبعا في منهم كتير جدا غير مستحقين تماما للبطاقات التموينية، لكن وزير التموين بيقول استخراج مليون بطاقة ذكية خلال 6 أشهر، بيحاولوا يعملوا السمارت كا يعني يخلوا فيه البطاقات الذكية اللي هي تقدر بعد كده كمان تكتشف أو تحدد الأسرة دي تستحق أو لا تستحق. طبعا لابد من مراجعة لسياسات الاسترضاء الموروثة من عهود سابقة. مش عشان ترضي الناس تعمم الدعم على غير المستحقين. صحيح. تفتح ثغرات في الدعم تمكن الناس من انها تثري. يعني كانت في ناس بتتاجر في السلعة المدعومة وتتحولها الى مصدر للتربح. يعني انت تدعم السلعة عشان تقدم
خدمة لغير القادرين، فتفاجأ أن في مستغلين بيستغلوا السلعة المدعومة وياخدوها يبيعوها في السوق السوداء أو يتربحوا منها، أو زي ما ياخد الدقيق المدعم مثلا ويبيعه لمحلات الحلويات ويتاجر فيه، والدولة بتقدم مليارات للدعم وتكون النتيجة أن الدعم بيصل لغير المستحقين وبيتحول إلى ثروات غير مشروعة للمستغلين، في حين المستحقين الحقيقيين ممكن يكونوا لا محرومين منه أو لا يحصلون عليه. فلابد من مراجعة شاملة لمنظومة الدعم، لأن الطبيعة تعلو ولا يعلى عليها، وانت بتلجأ للدعم كحل استثنائي بالمخالفة لقوانين الطبيعة، انك بتبيع السلعة بأقل من تمنها الحقيقي، بأقل من تكلفتها، ودي مخالفة لقوانين الطبيعة في الاقتصاد. طبعا قوانين الطبيعة في الاقتصاد لازم تبيع الحاجة بتمنها وهامش ربح، بيسموه تمن بخس. أيوه، انت مضطر لمخالفة قواعد القانون الطبيعي للوجود لضرورة، انك انت عندك غير قادرين. ما تجيش بقى تخالف قواعد القانون الطبيعي للوجود وتكون النتيجة انه الدعم يذهب الى المستغلين والسارقين والمجرمين اللي بيتربحوا بقوت الشعب. تمام. دي مسألة يعني محتاجة لمراجعة والوضع آلية حقيقية لمواجهة هذا الفساد. بنتمنى أن الدعم يصل إلى مستحقيه، ويتم من وقت للتاني تصفية بطاقات التموين، واللي ما يستحقش ما ياخدش. طبعا. ولو حد يستحق وما عندوش بطاقة ياخد. كتير من غير المستحقين بياخدوا. بنتمنى أن يحصل العكس. من اليوم السابع على صفحتها التانية الخبر بيقول: طوارئ لمواجهة حمى الضنك في البحر الأحمر وقنا وإسوان. نسبة الغياب بمدارس القصير وصلت ل 72%، ورش المبيدات وتطهير الخزانات لمحاصرة المرض. طبعا احنا كنا بنحاول نوصل للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، لكن حتى لو وصلنا له خلال الحلقة ممكن نعمل معاه مداخلة في أي وقت. انتشار حمى الضنك في البحر الأحمر وقنا وأسوان، وبيقولوا ان نسبة الغياب وصلت ل 72%. هو ما فيش مانع حتى من إيقاف الدراسة لأيام من أجل صحة المواطن. ممكن يعني حتى لو اضطر المسؤولون أنهم يوقفوا الدراسة لأيام عشان يتخذوا الإجراءات الضرورية لمواجهة الوباء ده، ده ما فيش مانع منه، لكن المهم أنه تكون في إجراءات طبية سليمة لمواجهة المشكلة. تمام. بنتمنى يعني الشفاء العاجل للمصابين، نتمنى يعني ان ما يتمش تعميم او انتشار هذا الفيروس المميت. انا بشكرك جدا دكتور محمد ماهر قبيل، الكاتب والمحلل السياسي. الف شكر لحضرتك. الف شكر. مشاهدينا، خلصت اخبارنا ولسه معانا فقرات اخرى، لكن قبل بس ما اخرج لفاصل حابب اقول لكم ان يوم الخميس اجازه رسميه، يوم الخميس اجازه رسميه بمناسبه 6 اكتوبر. كل سنه وانتم طيبين. فاصل ونكمل باقي فقرات برنامجكم صباح النور.